السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة طبخ سمية. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير الخبز المغربي الغني عن التعريف. كنتمنى ان الطريقة ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نوريكم طريقة الطهي ديالو في الفرن الكهربائي وكذلك الفرن الغازي. فالعديد من الاخوات كيتشكاو بانه ما كيصدق لهمش في الفرن الكهربائي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وانكم تستافدوا، ونخليكم على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه لهذا الخبز فغادي ندير معكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. غادي هنايا في الاناء ديال العجن غادي نوضع واحد الملعقه من خميره الخبز. انا هنا غادي نستعمل الخميره الجافه ما يعادل واحد 15 غرام. غادي نستعمل الخميره الجافه، نتوما تقدروا تستعملوا الخميره الطريه. غادي نضيف عليها واحد الملعقه من السكر سنيده، فالسكر كيعطينا اللون في الخبز ديالنا. وعندي هنايا الماء، فإذا كان الجو سخون فكنديروا ماء من الروبيني مباشرة، وإذا كان الجو بارد فكنديروا الماء الدافئ. صافي غادي نضيف القليل من الماء، القياس ديال واحد الكأس بهذا الشكل. وغادي نضيف هنايا دقيق الفينو السميد الناعم الأصفر، غادي نضيف واحد نصف كيلو، ثم نضيف فوق منه شويه ديال الماء باش كيتعجن لي في العجانه مزيان. ثم عندي دقيق الابيض، عندي كذلك نصف كيلو، عندي واحد ربع كاس من الزيت. هذا الزيت كتعطينا طراوه في الخبز ديالنا، وكذلك كيجي اللون ديالو كذلك مزيان. فعندي هنايا قياس ديال واحد 3 د المعالق، من 3 حتى 4 ديال المعالق. وغادي نحتاجو واحد الملعقه عامره من الحليب بودره، الا ما توفرش عندكم فيمكن لكم ديروا نصف كاس ديال الحليب. صافي دابا غادي نوضع هذا الشيء كيتعجن، وكنبقى كنضيف الماء بالتدريج حتى كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه ونتلاقاو. صافي غادي نبقى كنضيف الماء بالتدريج، وتقدروا كذلك تعجنوا باليد ديالكم فتحصلوا على نفس النتيجه، يعني نفس النتيجه تحصلوا عليها. بعد ما تعجنات العجينه ديالي واحد شويه كيف ما كتشوفوا، يلا بدات كتجمع. دابا غادي نضيف لها الملح، غادي نضيف هنايا واحد نصف ملعقه كبيره من الملح. فانا تعمدت ما نضيفهاش في الاول باش ما تضيعناش داك المفعول ديال الخميره. صافي الان غادي نكمل العجن حتى كتعجنوها مزيان ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديال العجينه ديالنا. وبعد ما تعجنات العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا، فكيكون القوام ديالها بحال هكا ما كتشوفوا، كتكون رطبه وكتعجن مزيان ها نتوما، وفي نفس الوقت راه ما كتلصقش في اليد ها نتوما. صافي دابا غادي ندهنها بالقليل من الزيت، زيت نباتيه او زيت زيتون، تقدروا ديروا الزيت اللي بغيتوا. وكذلك في العجين تقدروا تستعملوا كذلك حتى زيت الزيتون بالنسبه للناس اللي ما بغاتش تستعمل زيت نباتيه، او ديروا واحد الملعقه من الزبده. صافي دابا غادي نغطي على هذا العجين وغادي نخليه كيختمر حتى كيضاعف الحجم ديالو ونتلاقاو. ما اختمرت العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا، ضاعف الحجم ديالها بهذا الشكل. دابا غادي نحتاجوا القليل من دقيق الفينو، هو باش غادي نقرصوا هذا الخبز ديالنا. غادي في الاول نفرغ هذه العجينه من داك الهواء اللي فيها ها نتوما. شوفوا كيفاش كدير بحال شكل ديال الفقاعات، بان العجينه ديالنا معجونه مزيان ها نتوما. شوفوا الفقاعات اللي كيكونوا في العجين ديالنا ها نتوما. دابا غادي نرش سطح العمل بالدقيق وغادي نبدا نقسم في هذا العجين. غادي نديرو على شكل كرات بهذا الشكل، الحجم كيبقى حسب الرغبه ديالكم. ومباشره كنوضعها هنايا فوق سطح العمل، وغادي نستمر بحال هكا حتى كنقسم هذه العجينه ديالي كلها ها نتوما. وبعد ما قسمت العجين ديالي كيف ما كتشوفوا، فالحجم ديال الخبز كيبقى حسب الرغبه ديالكم.
انا هنا غادي ندير حجم ديالو متوسط. صافي غادي ناخد اول كره بديت بها وغادي نقرصها، فغادي تطلقوها بهذا الشكل، كتطلقوه كذلك رقيق او كتخليوه شويه غليظ حسب الرغبه ديالكم. يعني الا بغيتو تجيكم فيه البابه بزاف فخليوه شويه غليظ، و الا بغيتوه ما يجي رقيق يعني فخليوه قرصوه مزيان. صافي وكنوضع في اللاطه اللي كتدخل الفرن. صافي وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنصايب كاع الخبز اللي عندي. وبعد ما قرصت الخبز ديالي فكيف ما كتشوفوا فواحد الكميه غادي نوضعها في الفرن الغازي، غادي ندير معكم كميه في الفرن الغازي وكميه منه في الفرن الكهربائي. هذا غادي نوضعه في الفرن الكهربائي، وهذاك الاخر اللي وريتكم غادي نوضعه في الفرن الغازي، وبجوج فيهم كيجي زوين لان العديد من الاخوات كيتسائلوا على ان الخبز ما كيصدق لهمش في الفرن الكهربائي. فكيف ما كتشوفوا غادي ندير كذلك في الفرن الكهربائي. فالان غادي ناخذ واحد السكين وغادي ندير علامه بحال علامه ديال زائد في هذا الخبز، يعني اذا كانت عندكم شفره فمن الافضل انكم تستعملوا شفره لانها كتكون حاده يعني، وإلا ما كانش عندكم فغادي ديروا غير فقط بواحد السكين بحال هذا الشكل. غادي نستمر بهذه الطريقه وغادي نخلي نغطي على الخبز ديالي وغادي نخليه يختمر مره ثانيه ونتلاقاو. وبعد ما خمر الخبز ديالي كيف ما كتشوفوا ضعف الحجم ديالو، غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه شويه ديال الماء، وغادي ناخذ واحد الفرشات وغادي ندهن الخبز ديالي بالقليل من الماء بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. فهاد العمليه كتعطي الخبز ديالكم لون جميل وكيجي مقرمش على برا، فغادي ندهنو بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي ندخلو الفرن، فكيف ما قلت لكم غادي نطيب النصف ديال الكميه في الفرن الغازي والنصف الاخر في الفرن الكهربائي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال. وبالنسبه لطريقه الطهي في الفرن الكهربائي فكتشعلوا الفرن ديالكم من الفوق ومن الاسفل على اعلى درجه، وكتدخلوا الخبز ديالكم كتدخلوا اللاطه في الوسط وكتخليوه كيطيب. وبالنسبه للفرن الغازي فكل شيء كيعرف الطريقه، كديروه من الفوق وكتكون النار من الاسفل ديالو حتى كيبان لنا بانه بدا كيتحمر من الاسفل، وكنهبطوه لتحت باش كيكمل التحمار ديالو. وكيكون هذا هو الشكل ديال الخبز ديالنا بعد ما خرجته من الفرن. فكيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كيجي منفوخ وكيجي زوين. كيف ما قلت لكم الا بغيتوه يجيكم طالع اكثر فخليوه شويه يعني منفوخ، واللي كيبغيه بحال هكا يعني كيبقى حسب الرغبه ديالكم. فكيف ما كتشوفوا كيجي اللون ديالو محمر وزوين، وكتبقى طريقة التحضير ديالو جد سهلة كذلك للمبتدئات، فهو مازال سخون عندي. وهذا اللي طيبته في الفرن الكهربائي فهو كذلك كيجي كيف ما كتشوفوا زوين وغزال. نتمنى انكم تجربوه، فانا تلصقوا لي حيت اللاطة ديال الفرن الكهربائي كانت صغيرة يعني تلصقوا واحد شوية، ولكن ماشي مشكل. فانتوما هالشكل ديالو كيجي زوين وكيجي من الداخل، غادي نحل لكم باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل. فهانتوما هذا هو الشكل ديالو من الداخل، كيجي خفيف ورائع. نتمنى انكم تجربوه فعلا، وكيف ما قلت لكم كتبقى طريقه التحضير ديالو جد سهله. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وبارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة. نتلاقاو في وصفة أخرى مع فيديو آخر. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.